من داخل مجلس النواب ينضم إلي مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك يا محمد، كيف يبدو المشهد من عندك؟ نعم، لليوم الثاني على التوالي يستمر المتظاهرون في الاعتصام المفتوح هنا داخل بناية مجلس النواب. لوب البرلمان ممتلئ، كافتيريا النواب ممتلئ، الردهات الأخرى، الممرات ممتلئة برمتها بالمتظاهرين المعتصمين هنا داخل مجلس النواب. الباحة الخارجية مخصصة للطعام، للمأكل والمشرب دون الدخول بها إلى بناية المجلس، يكون في الخارج أوقات الطعام وفي الداخل أوقات الصلاة والاستراحة والاعتصام. أيضا لوب البرلمان كما تشاهدون خلفي تماما الآن، ترديد الهتافات، الهوسات كما تسمى بالعراقي أو بالدارج العراقي، منهم من يتجول، منهم من هو جالس في أروقة المجلس. كما ذكرت أن اللوبي ممتلئ عن آخره، والممرات أيضا كافتيريا النواب، جميع الممرات المؤدية من وإلى القاعة الكبرى، القاعة الكبرى فيها أيضا معتصمون وهم جالسون على المقاعد، كان إبداء نوع من الاعتصام داخل مقر إقرار وتشريع القانون النيابي داخل مجلس النواب، وهي القاعة الأهم التي تعقد فيها جلسات البرلمان. نعم. طيب، فيما يتعلق بمطالب المعتصمين، الآن بالأمس رفعت مطالب واضحة ربما كانت، منها محاربة الفساد، إعادة أو إجراء انتخابات مبكرة، سقف المطالب هل ارتفع أم ما زال بذات العناوين التي رفعها المتظاهرون في بدء اعتصامهم؟ لا، بالتأكيد ذات العناوين هي مستمرة، وهي التي على أساسها أقيمت هذه التظاهرة وهذا الاعتصام: تغيير الوجوه الفاسدة، إنهاء الفساد، إنهاء المحاصصة، عدم العودة بالوجوه المتكررة وتسنن السلطة والحكم. في حال نفذت هذه المطالب يعود المتظاهر إلى منزله، غير ذلك المتظاهر على حد قولهم معتصمين ومستمرين في التواجد هنا داخل مجلس النواب. هي بالأساس المطالب مستمرة وذاتها كما ذكرتها وكما هي معلنة للجميع، بالتالي سقف المطالب لم يرتفع أكثر من هذا الحد. طيب، فيما يتعلق مما يتواجد الآن داخل البرلمان يا محمد، هل هم أنصار التيار الصدري فقط؟ هل فعلا هناك متظاهرون ينسبون إلى تشرين ربما قدموا واعتصموا إلى جانب المتظاهرين الموجودين؟ بالتأكيد التظاهرة الحالية حتى على لسان أتباع التيار الصدري هي ليست فقط للتيار الصدري، إنما عامة لجميع شرائح المجتمع العراقي، جميع من يريد أو كل من يريد الانتفاضة هو مرحب به هنا في هذه البناية. وأنا شاهدت في أم عيني متظاهرين من تشرين، سنة، شيعة، أكراد، تركمان هنا في هذه البناية، ليسوا فقط من التيار الصدري أو حصرا على التيار الصدري، إنما هي لجميع العراقيين الذين يريدون التغيير ويريدون التظاهرة بشكل سلمي والانتفاضة في الداخل البغدادي وهنا في مجلس النواب. وأيضا من الجدير بالذكر والملفت أيضا حينما وفاتني بالذكر أيضا حينما تجولت في أروقة مجلس النواب، هنالك كما يعلم الجميع مكاتب وأجنحة لمستشارين في المجلس، سواء المستشار الإعلامي القانوني وغيرها من المستشارين، الأبنية أو المكاتب التي هي مقفلة لم يتم فتحها ولم يتم التجاوز على حرمة المكان. حتى المكاتب المتعلقة بمكتب رئيس مجلس النواب في الطابق الأخير وفي الطابق الأول مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب والذي كان يشغله سابقا حاكم الزاملي هي مقفلة ولم يتم التجاوز عليها، أي باب موصد ومقفل لم يتم فتحه، وأي مكتب مقفل لم يتم التجاوز عليه، إنما يعني المعتصمين موجودين في الأماكن التي هي حتى في أيام الدوام الرسمي تعتبر عامة، سواء كانت للموظفين أو للنواب، وفي المكان الذي يستريح فيه أعضاء مجلس النواب أيضا المتمثلة بكافتيريا البرلمان. من داخل مجلس النواب كنت معي مباشرة مراسلنا محمد فراس، شكرا جزيلا لانضمامك إليه.